ألف مبروك على أدائكم، يعني صراحة أداء كان مميز، قدمتوا مباراة ولكن الحظ يمكن في مباراة كوز تحتاج الأهداف وما توفقتوا أن توصلون إلى النهاية. النهاية قدر الله وما شاء فعل، يعني بالنهاية مبروك لفريق المنامة، هذا لك لفريقنا. بس أي حدا شاهد المباراة بتصور كنا الفريق الأفضل، بالدقيقة 72 اللي حصل أول فرصة المنامة، الفرصة الأولى بتصور صنعها حكم المباراة، بصافرة بتصور خاطئة 100%، الحالة مصورة إن كان كتصوير مقطع وإن كان كفيديو، لا تشبه حالة ركلة الجزاء، ضيع تعب مجهود كامل، ضاع سدى، ما أعرف أنا شو بدي أتكلم، يعني مشكورين حبيبي.